campaign, and we are here. 480 weeks, تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا نظم اعتصاما أمام مقر سفارة آل سعود احتجاجا على انتهاك السعودية لسيادة البحرين وحرمة أراضيها واستقلالية قرارها السياسي ومنذ احتلالها للبلاد قبل أكثر من 5 سنوات. لذلك نحن اليوم نقف أمام هذا الوكر لنقول على السعودية أن تخرج من البحرين، أن تترك الشعب البحرين يقرر مصيره، أن لا تحاول أن تهيمن على القرار في البحرين. الانتهاكات السعودية لسيارة عدد من دول المنطقة تأتي تتويجا لانتهاكاتها في الداخل. جت للاعتصام ضد النظام السعودي واللي يسوون ببلدهم وخارج بلدهم. قبل كم شهر قتلوا شيخ النمر، وما كان يعني ما كان مسوي في شيء مو زين، بس بالسعودية ماكو حرية التعبير وهذا شيء غير قانوني. لكن الشعب البحريني الذي أخرج المستعمر البريطاني قبل أكثر من 4 عقود وحقق للبلاد استقلالها قادر على إخراج المحتل السعودي. السعوديون الآن هم يعتقدون أن بإمكانهم أن يبقوا، ولكنهم هم الذين سيسقطون، ليس فقط بالانسحاب من البحرين بل حتى في الجزيرة العربية. سيتمتع شعب الجزيرة العربية بحريته وبإقامة النظام السياسي الذي يريده. السعودية التي فشلت تدخلاتها في اليمن وفي سوريا ستمنى مغامرتها في البحرين بالخسارة والخذلان، ولن تنجح في الوقوف بوجه تطلعات شعوب المنطقة التواقة للحرية والعدالة. في الذكرى 45 لاستقلال البحرين تبدو سيادتها اليوم منقوصة مع احتلال السعودية لأراضيها ومع هذا التواجد العسكري الأمريكي والبريطاني فيها. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن.